مثل ما هو وراحت. الله، شايفه يا سميره الطقس شو ظريف وجو الضيعه شو حلو؟ فعلا حلو مازن. يعني انت مانك متضايق لانه اجيت؟ لا يا سميرة، بالعكس، هي اول مرة بحس انه انت لازم تكوني جنبي. انا كل وقتي معك وما بنساك ابدا. ما حلك تتعلمي شلون بصير الشاي؟ مرة بتعملي لي اياه فاتح، مرة غامق، شو اختراع هويك؟ سميرة خلص بقى، شو راح يفيد الزعل؟
أنا ماني زعلانة غير على هالأيام المرة اللي قضيتها معه. إيه بس أنا بعرف يلي بحب ما بيقدر يحقد. أنا بحياتي ما حقدت على مازن. يا رشيدة أنا لساتك بعرف لساتك بتحبي، بس مو مثل الأول قبل ما يتجوز علي. لا هو الخسران، خسارة خسارة، بس شو الفايدة إذا لا سمعك ولا بده يسمع حدا. تعرفي رشيدة الله يعلم شو كانت حالتي لولاكي ولولا أمك. نحن كمان يا سمير نحن ما بنقدر نستغني عنك أبدا. إيه أمي لو بتطوبي لها الشام كلها ما بتستغني عنك. خسارة يا مازن خسارة. سميرة شو عم نحكي؟ خلصنا بقى. بعدين انت لازم ترجعي تشتغلي مثل الاول واكثر. مو قدراني، ما قدراني لا اشوف الخياطه ولا امسك مقص بيدي، مو قدراني. طيب سميره مو قلتي بدك تعلميني الخياطه؟ عن جد عم تحكي؟ انا ماني مصدقه اللي عم تقولي. عن جد؟ وليش لحتى ما تصدقي؟ لأنه أنا طول عمري بقلك تعالي لعلمك الخياطة وأنت اللي بترفضي. إيه بس أنا هلأ رح ورجيكي أني ما رح ضل مشلولة هيك ورح صير أحسن وحدة بهالدنيا. إيه تعرفي رشيدة أنا بحسدك من كل قلبي كيف قدرتي تتخلصي من الحالة اللي كانت مسيطرة عليك. كيف؟ ما بعرف كيف، بس يمكن الحزن بيعلم. يمكن خير يا أمي. أهلين وسهلين تقبرني مساء الخيرات. شو؟ وين فتحية؟ قاعدة بأوضة العود. لو تشوف شو عملت بعد ما طلعت. ما خلت لي صحن إزاز بالمطبخ إلا وكسرته. وبعدين فاتت لأوضة العود وحبست حالها. وأنا طول النهار وعم عالج فيها إنه تطلع تاكلها لقمة أبداً. قال ما بتطلع من هون إلا لتشتري لها بيت لحالها. نعم فتحية. فتحية افتحي افتحي بدي احكي معك كلمتين. ما بدي شوف حدا ولا بدي احكي مع حدا. يا فتحية افتحي افتحي طلعي كل اللي تأمي. ما بدي اكل. يا فتحية افتحي اذا مو مشانك مشان الولد اللي ببطنك. ماني طالعة لتشتري لي بيت لحالي ولو متت من الجوع. يا فتحية يا فتحية الله يرضى عليك افهمي علي، انا ما فيني اترك بيت اهلي خاصة بعد الشيء اللي صار برجل ابي. ما دخلني ما دخلني. فتحية افتحي فتحية. ماني طالعة. فتحية فتحية.
نزلت الولد؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. كان لازم صائف لأن الولد ميت من شهر وكان ممكن أسرع حياته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والشجرة علي وانتي بعديك صغيرة يا قمرة. الحمد لله رشيدة طابت. ايه الف الحمد الشكر لك يا رب. تعرفي يا سميرة حاسة حالي كأنه راحت روحي وردت رجعت. الله يخلي لك اياها يا رب ويخلي لي اياكم ويطعمك ايام حلوه. الله يسلمك. تعرفي يا سميره صدقيني غلاوتك وغلاوه رشيد مثل بعض. يا قمر تطلعي على الشجر والشجره علي انتي بعدك صغيره يا قمر. ابراهيم قوم روح نادي له خليه يجي يتغدى معنا. بخاف ما يقبل يجي. منروح معك. قومي يا صالحة نروح نصالحه. ما في لي روح بخاف منه. إذا زعل منك يعني زعل منا أنا وابراهيم ونحنا ما منستغني عنه. قومي نروح نصالحه ولا قلك أنت خليكي هون. قوم يا ابراهيم قوم نروح نصالحه. حضر الغدا عبين ما نرجع. شرفي شرف. لا بدي اتغدى ولا بدي اشوف خلتها. اختي صالحة مرتك يا افندي وما في مرة الا وبتغلط ومحا بتصير بتنفذ لك كل طلباتك. الدنيا هيك يا افندي ما في اثنين الا بصير معها المشاكل والمسامع كريم. ماشي الحال بس يكون بعلمكم اذا بلاحظ علي ملاحظة وحدة لا تلوم الا حالها. مثل ما بتريد رح تكون خدامتك. المهم رضاك. انا طالع اشوف الرزق بدي ارجع لاقيها مثل القطة قاعدة هون. مثل ما بتريد يا افندي. مع السلامة.
صباح النور. اهلين وسهلين. تفضلي تقبل. لا تقبريني مستعجله. شوفي خير. والله انت رح تجنني يا اختي، رح تجنني هالبنت. مالك على بعدك؟ شو بها؟ ما عم تاكل مضرب عنا الاكل. يو هي اول سمع بالدنيا بسمعها في حدا بيضرب عن الاكل. شفت هي نعمه من عند الله، حدا بيضرب عنها. وينه حمدي؟ حمدي تركته عندها. يا حصرتي عليه، ويله محله وويله فتحيه، شو بده يلحق لي لحق. يا اختي ما عم بقدر عليها. تقبري عيوني، امشي روحي معي، بركي بتقنعيها انه تاكل. حاكم هي ما لها اهل، لو لها اهل تصطفل منا لاهلها، بس هلا معلقه برقبتنا، نحن المسؤولين عنها اذا صار لها شيء. معك حق، تقبريني، استنيني لالبس ملايك. يلا تقبريني يلا بسرعه، ولي على الكناين ويومها. الهي اخ والله قلبي رح يطق منها. تفضلي يا محمود. اهلين وسهلين ومرحبتين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكي شو بكي لك امي؟ شو بكي؟ ليش هيك عم تعملي لحالك؟ الدكتور قال انه معها حاله عصبيه. يا على قامتي، والله بيحبوكي بيريدوكي. شو رايك فتحيه؟ جيب لك صحن شوربه تاكلي. خالتي محمود ما بدي اشوف حدا فيهم، ما بدي اعيش معهم. يا خالتي محمود ببوس ايدك فهميها، اهلي مالهم غيري، يعني معقوله اتركهم وروح اسكن لحالي؟ طول بالك عليها شوي تقبرني. انا راجع على المحل يعني. روح تقبرني. الله معك الله معك فتحية، رح نتركك ونطلع لبرا، بركي بتنامي لك شوي تقبريني بترتاحي. نامي شوي، نامي حبيبتي. شرفي محمود. وين راح محمود؟ راح على بيتي. اللي اذا بدك تعي معي وتركيها لحالها بركي بتاكل. يلا يلا امشي امشي. يلا ابو عماد يومين ثلاثه بكون عنده ان شاء الله. هات يا ولي. حمدي Thank you.
حبيتني جرباني ما راح وخلاني. اختي يا محمدي. نعم. لازم تعامليها شوي بالعقل. لك اختي انا شو عم بعمل لها؟ انا خايفه يكون حمدي عم يقسى عليها شوي ولازم انت توصيه. يا ام محمود خايفه يصير لها شيء وتموت ونكون نحن السبب. لا لا تخافي ما بيصير لها شيء، ما حدا بيقعد بلا اكل مشان يموت. قومي للروح. صحيح. يلا قومي. يلا امشي. مرحبا حمدي. هلا علاء. اهلين وسهلين. اهلين. بس ناوي للصندوق هو. فاضي. اهلين علاء. شو قصتك؟ صار ما عم تحكي هالايام، شو بك؟ يا علاء انا همي كبير كثير. هلا انا مو رفيقك؟ انت اعز من اخ. لكن احكي لي، احكي لي همك شو في؟ شو بدي احكي لك لحتى احكي لك؟ بتروح بتعمل لي زيارات من بيت الشقة على بيت الرعاة على بيت كمال الله أفرعكم. إيش هو هاد؟ Thank you.
صالحة؟ صالحة؟ لو صالحة؟ خير معزين أفندي خير خير شوفي لو قلتي ليش مو مخيطك من قميص؟ ليش مو مخيط؟ هذا القميص الزفت القميص اللي بإيدي ليش مو مخيطتيه؟ ما شفته ما شفتيه؟ عميتي كمان ما شفتيه؟ هلا بروح عند أختي سعد وجيب مبرخ لا ما بدي تروحي لعند أختك ولا بدي تخيطيه وبعد بدي لبسوه روحي لخيطتي حركي فرجيني لشوف شو صار معك فرجيني حبيبتي ايوه برافو عليك هلا صرتي شاطره كثير وصرتي تعرفي تمسكي وتطرزي لوحدك شوفي سميره لا تتحججي اني صرت اعرف طرز انا ما بستغني عن مساعدتك لو صرت احسن وحده بتطرز بهالبلد يدخلك بلد تواضع انت شاطره ما بدك مساعده حدا اكيد اعصابه تعبانه من شيء بس ما بده يحكي مثل شو يعني والله والله عم داري مثل عين الرمداني وما عم يرضى بدك تطولي بالك اكيد زعلان من العايش لانه بده يزرع الارض ويتحدى لا ما له زعلان من العايش انا مالي غبيه لحتى ما افهم هو زعلان من شيء تاني شو قصدك قصدي هو زعلان لاني لي 3 شهور متجوزه ولهلا ما كان يبين علي شيء الله كريم بكره الله بيطعمك صبي وتفرحي فيه وبيغير معاملته معك بس يا سعد انا بني ادمه وبحس ما بصير كل ساعه والتانيه يهتني بسميره ليش هو جاب سيرتها إيه ما في شغله ما بتعجبه الا وبيحط سميره بالنص شبك يا نوال؟ احكي لك كلمة اشربي الشاي قلبي مثل النار يا حسني تقبر قلبي مشو مشتاقة للقمر هلا كل ساعة والتانية بدك تعيدي لي نفس الموشاح يا لطيف شو بتنقي؟ أنا كل ساعة والتانية؟ ليش أنا إمتى عم شوفك؟ أنت بتطلع من الصبح ما بتجي غير للمساء وهي أنا قاعدة محبوسة بين أربع حيطان وناطرتك يوم اللي بيجي بدي احكي معك كلمه بدي لي حاجه تنقي طب شو ساوي بحالي انا اذا بتضلي هيك بدك تمرضي وانا ماني فاضي اخذك وجيبك لعند الدكاتره ايوه لكن ليش تجوزتني اذا مالك فاضي لي بدك ياني ما احكي ما احس هي بنتي يا حسني والله حاسه حالي رح اموت وانا بعيده عنها بنتك منيحه بعدين علاء وسميره ورشيده ومازن بقيانين جنبها ما رح يتركوها ريحي حالك وريحيني الله يخليكي ليكي صار راسي رح يجعني ها خلص ما حأحكي معك لا حول ولا قوة إلا بالله شو هالقصة ما رح أخلص من المشاكل لا إذا كنت هنيك ولا إذا كنت هون يلا اشربي الشاي بس هاد حقي يا ابي ومن حقي دور على مستقبلي مستقبلك انك تنضب بقلب الدكانه لكن اذا كان بدك تسافر انقلع دربي صد ما يرد لكن يكون بعلمك فرنك واحد اجار طريق لم ممكن اعطيك ليش عم تقسى علي يا ابي ليش شنو ما عم تفهم بالكلمه الحلوه لازمك رص اكثر من هيك ومو من قلع من خلقت يروح على البيت بس يا يابي انا لما بدي لكن قلع من وشي قبل ما اضربك بكل شيء قدامي ها طول بعمرك طول بالك علي شوي وفهمني ما بدي افهمك ولا بدي اسمعك قلع من وشي قلع رح تزلط لي قلع الله يرضى عليك ويهديك يا ابني Thank you.
فتحية. أهلين وسهلين، تقبرني. أهلين وسهلين. وين فتحية؟ راحت. لوين؟ ما بعرف، جيت من بيت أم محمود ما لقيتها بالبيت. لو أنت تكون راحت يعني؟ أكيد أكيد بتكون راحت لبيت أبوها لأنه معها مفتاحه. طولت البال من الرحمن يا ياسين. بعدين أبوك ما عاد ولد صغير لحتى تسم له بدنه كل يوم والتاني بمواويلك وأفلامك. أنا ما عندي غير هالموال، لازم حقه. يا أخي بدي أروح أجرب حظي ولا سنة واحدة، بدي أدبر أموري بأي طريقة. يعني مصر إنك تهج مثل حسني؟ أنا ما بدي هج، كلي عم يسافر وعم يتوفق هنيك، حسني راح يساعدني ويدبر لي أموري. طيب منين بدك تدبر مصاري وجواز سفر وإجر الطريق؟ أنا مشان هيك جايك، بدي تديني. لك شو أنت جنيت؟ ما بتدين واحد مجنون؟ لا سيدي، أنا بهالشغلة ما بساعدك بنوب. ليك يا سين، لا تاخذ على خاطرك مني الله يخليك، لأن أنا عم أحكي لمصلحتك. ماشي علاء، ماشي خاطرك. عود شرب شاي. مشروبي. شو هالزلم يا؟ فتحية افتحي. شو أمي قلي لقيتها؟ لقيتها. طيب ليش ما جبتها معك؟ ما رضيت تفتح لي. يا الله لا يوفقها، هي بدها تفضحنا. خلصنا يا موسى، راسي يجعني من الحكي. طيب طيب، تتعشى ميمي؟ ما بدي أتسمم. يا رب يا رب تفرج عليك يا ولدي، يا رب. يقطع عمرك رعبتني. ايه مواد بلا مزاح. خود دخيلك يا مواد، ايدي بالنار. شباب حاكم ما حدا صفي على حجم، ما حدا صفي على الزقاق. رشيدي وين غلطة؟ ليش مسهراني معنا؟ والله ما بعرف يا ابني، يظهر بغرفتها عم ترتاح. سيك خالد هلا انا بقوم شوفها. لا لا خليكي، انا بروح شوف. خالد ايش هذا لوحدك مو سهراني معنا؟ ما في شيء. شو هذا مخبيتي؟ ما خبيت شيء، شو بدي خبي؟ ولو رشيده شو نسيتي؟ لك انا اخوك علاء، انت بعمرك ما خبيتي عني شيء؟ يعني ما بتزعل؟ اذا شيء مو غلط طبعا ما بزعل. رجيني. عم تقري؟
امبارح نحن وجايين من السوق انا وسميره شفته ابن جبته لحتى اشوف اذا لساتني ما نسيت القرايه. لا اكيد تدري تقري اكيد. وينك؟ بس خلصتي بتعيريني اياه، اذا صار معي وقت كمان انا بقرا. ايه عن جد؟ طبعا يديك روعينك. كنت مرتك لهلا برات البيت وانت واقف قدامي؟ لك شو ما في راسك نخوي؟ يا بي رحت ودقيت عليها وما فتحت لي الباب. ولك بكسر الباب بشدة من شعره وبجيب انا بيتها. ما رضيت تجي الا اذا اشترينا لبيت. نشتري لا قصر. انتو بدكم تشرشوني، بدكم توطوا راسي باخر امري قدام الناس. الحربة برات بيتها وحماتها وجوزها قاعدين عم يسألوها لترجع، ولك امشي من قدامي، ما بترجع لهالبيت الا وهي معك، امشي. هذا اللي كنت حاسب حسابه. فتحية خبريني شو جابك بهالليالي؟ مرحبا خالتي. مرحبتي. جاي نام عندك. اهلا وسهلا تخبرين. رحت نام بالبيت لحالي. اهلا وسهلا بقلبي وعيوني. الحمود من نقص. الله يهدي البال ويصلح الامور. فوتي تخبريني، فوتي لافرش لي. حمدي خالتي محمود. افتحي. مساء الخير خالتي محمود. مساء الخيرات. فتحي عندك؟ نعم عندي. طيب ناديها خليها تجي. يلا فتحي نامت باوعيها وتعبانه، خليها الليله نايمه عندي، وبكره بس تصحى بركي بحكي معها كلمتين وبروقها والصباح رباح. بس خالتي محمود انت روح نام وارتاح. يلا الله معك. طيب ماشي.
بكره الصبح نلقاك بجيب اختها. تصبح على خير. انت من اهله. مرتك شايفك رجعت لحالك. ليتها نايمة عند ام محمود. شو يعني وزها؟ اديت الباب على ام محمود قالت لي فتحية تعبانة كثير، خليها تنام عندي وتعال بكره خدها. الله يسود وشك مثل ما سودت وشي. يا بي مشان الله انا شو ذنبي؟ شو دخلني؟ شو بدي اعمل لها اذا هي تركت البيت وراحت؟ هي بدك ياني اتجوز فتحية، هي اتجوز فتحية. صوتك صوتك فضحتنا قدام الجيران. ومن الام بيتي ما بترجع الا ومرتك معك.